بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، واهلا بيكم في سنة اولى. ان شاء الله هنتكلم سوا في الفيديو ده عن مادة من اهم المواد اللي موجودة عندك في الترم. انا عارف ان الترم عندك مليان مواد كتير، ولكن انا بشوف ان المادة دي من اهم المواد اللي موجودة في الترم، عشان كده هنهتم بالمادة دي، وهي مادة البوتاني اند ميديسينال بلانتس، مادة النباتات الطبية، أو زي ما بنعرفها بالاسم الأشهر ليها وهو فارماكوجنوزي أو العقاقير. أول معلومة هعرفها عن مادة الفارماكوجنوزي العقاقير دي إن هي بتتكون من 3 أجزاء، 3 parts. الجزء الأول هو theoretical part، الجزء النظري، وده بيكون عليه 60 درجة من درجات المادة. الجزء الثاني practical part، الجزء العملي، وده بيكون عليه 25 درجة من درجات المادة. والجزء الثالث هو الأورال بارت، وهو الجزء الشفوي، وده عليه 15 درجة من درجات المادة، وبكده تكون المادة عندي عليها 100 درجة. زي ما حضراتكم شايفين ان الثيوريتيكال بارت هو واخد اكبر كم من الدرجات، وبالتالي فهو الاهم بالنسبة لي، وعشان كده احنا هنركز على الثيوريتيكال بارت. تعالوا نشوف هندرس ايه في الثيوريتيكال بارت وهنقول فيه ايه. اظن انت اول ما سمعت كلمة فارماكوجنوزي دي جه في دماغك هو يعني ايه كلمة عقاقير دي اصلا، ولا اصل الكلمة دي ايه، ولا جاية من ايه. فارماكوجنوزي الكلمة دي ليها اوريجين وديفينيشن. كلمة اوريجين يعني اصل، يعني الكلمة دي مشتقة من انهي حضارة ولا جت منين، وكلمة ديفينيشن يعني التعريف الطبي بتاع المادة. هنبدأ بالاوريجين بتاع الكلمة. بيقول لي هنا the word pharmacognosy derived from the Greek words pharmakon which means drugs and gnosis which means knowledge. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان اصل كلمة عقاقير دي كلمة اصلها يوناني جاية من كلمتين، pharmakon اللي هي معناها drug اللي هي معناها الدواء، والكلمة التانية gnosis واللي هي معناها المعرفة. يبقى الكلمتين لو جمعتهم على بعض هيدوني ان العقاقير هي معرفة الدواء. تمام كده عرفنا الاوريجين وفهمناه. هندخل على الديفينيشن بتاع كلمة pharmakon. لو جيت اقول لك define pharmakon او ايه هو التعريف بتاع كلمة عندي تعريفين للفارماكوجنوزي. التعريف الاولاني بيقول the branch of medicine which dealt with drugs in their crude or unprepared form. التعريف الثاني the science deals with natural drugs. التعريفين واحد. بيقول لك ان هي فرع من فروع الطب بتهتم بالتعامل مع الدواء في صورته الكرود. كرود يعني صورته البدائيه او غير مجهزه، بتتعامل بصوره اوضح مع الدواء الطبيعي. ايه يا عم الكلام ده، انا مش فاهم حاجه. هو في حاجه اسمها دواء طبيعي ودواء صناعي؟ انت هتلخبطني ليه يا عم؟ طب تعالى نشرح الحته دي بزياده ونفهمها مع بعض شويه. انا عندي الادويه 3 انواع: ناتشرال دراج دواء طبيعي جاي من مصدر طبيعي، وسينثيتك دراج من اسمها سينثيتك يعني ادويه مصنعه تم تحضيرها في المصنع، وسيمي سينثيتك دراج أدوية شبه مصنعة. تمام دي 3 أنواع بتوع الأدوية. يعني فعلا في عندي حاجة اسمها أدوية طبيعية وأدوية صناعية. يا سلام فهمت أنا كده حاجة، ده أنت كده عقدتها أكتر، أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقول. طب تعالوا نشرح الموضوع بقى باستفاضة أكبر شوية. أنا قلت إن أنا عندي 3 أنواع وهبدأ أتكلم عن الناتشرال دراج أو الدواء الطبيعي. أنت لما بيجي لك اللبن لسه محلوب طازة بتقول عليه إيه؟ بتقول عليه لبن طبيعي صح؟ تمام. طب لو أنت رحت جبت اللبن ده بودرة من الصيدلية أو من أي محل جنبك هتقول عليه إيه؟ هتقول عليه دواء صناعي. اخو بالظبط كده، عندي الادويه في منها طبيعي وفي منها صناعي. الدواء الطبيعي ده دواء خدته من الطبيعه زي ما هو، زي ما انا خدت اللبن من الطبيعه زي ما هو، انا باخد الدواء من الطبيعه زي ما هو وبستخدمه زي ما هو كده دون اي تصنيع، وببتدي اعالج بيه. طب عندي امثله بتاع الادويه الطبيعيه اللي انا بعالج بيها دي؟ عندي امثله كتير. لما حد بيكون عنده مغص بيقولوا له ايه؟ اغلي شويه نعناع واشربه. لما حد بيكون سنونه بتوجعه بيقول له خد قرنفل وسنانك هتخف. لما حد بيكون متعور في راسه بيقول له ايه؟ ابراهيم تعالى ما تخافش، هدي سالك بن مؤقتا، تعالى قرب. كل دي امثله على الدواء الطبيعي. يبقى تفهم كده ايه هو الناتشرال دراج وبجيبه منين وبستخدمه ازاي. ننقل على النوع اللي بعده وهو السينثيتك دراج. سينثيتك دراج من اسمه دواء صناعي، دواء مصنع. الدواء السينثيتك او المصنع ده يعني انا خدت حاجه وحولتها لحاجه تانية خالص، غيرت جميع خواصها وملامحها تماما. ابسط مثال هضربهولك من الحياه العمليه بتاعتنا عشان يسهل الموضوع بالنسبه لك، كانك خدت الدقيق، جبت دقيق وخدته وحولته لكيك. طيب هو هل الدقيق بيتحول لكيك على طول مره واحده، ولا بيحصل فيه حاجات؟ نشوف بيحصل ايه. انا بجيب الدقيق في الاول وبحط عليه بيض، وبعد كده بضربهم مع بعض، وبعد كده بحطهم في الفرن واسيبهم شويه، وبعد كده بيطلع لي الكيك.
الكيكة بتاعتي في الآخر، يبقى بعد العمليات دي كلها ادتني الكيك في الآخر اللي هي مختلفة تماما عن الدقيق. أهو بقى نفس اللي حصل للدقيق عشان يتحول لكيك هو بالظبط اللي هيحصل للمادة بتاعت الدواء عشان تتصنع وتديني دواء صناعي. بجيب المادة بتاعتي الفعالة اللي أنا هحطها في الدواء وأحط عليها شوية إضافات وأعرضها لشوية ظروف من ضغط ودرجة حرارة عشان في النهاية تديني المنتج الدوائي بتاعي على هيئة كبسولة أو على هيئة حقنة أو على هيئة أي حاجة، وهو ده بيكون الدواء المتصنع. حولت حاجة لحاجة تانية خالص، غيرت كل صفات المادة اللي معايا وطلعت مادة جديدة، تمام؟ ده الدواء المتصنع. واخد بالك انا بقول في ايه؟ غيرت كل صفات الماده اللي معايا وطلعت ماده جديده. ليه بقول لك ركز على الحته دي؟ لان انا كده خلصت شرح السنسيتك ادراج وهخش في النوع الثالث اللي هو السيمي سنسيتك ادراج. سيمي سنسيتك ادراج يعني دواء شبه متصنع. شبه متصنع دي يعني انا جبت الدواء وغيرت فيه صفه واحده او عدلت فيه صفه واحده، سواء الصفه دي كانت صفه وحشه في الدواء وانا شلتها او زودت عليه صفه حلوه، لكن الهيكل الاساسي للدواء زي ما هو، انا غيرت صفه واحده بس. مثال برضو عملي اضربه لك يثبت المعلومه دي في دماغك، القلم اللي انت ماسكه في ايدك دلوقتي بتكتب بيه. القلم ده مفيد وجميل جدا وبيفيدني في حاجات كتير وبستخدمه في التدوين وبكتب بيه وبذاكر بيه، لكن في عيب في القلم عندي ان سن القلم مكشوف، وبالتالي لو انا مسكت القلم وحطيته في جيبي الحبر هيطفح وهيبهدل لي الدنيا. عشان اعالج المشكله دي انا هعمل موديفيكيشن للدواء وهركب له غطاء، وبالتالي ده هيحسن من اداء القلم وهيخلي القلم عندي ينفع احطه في جيبي وامشي بيه في اي مكان. اهو بالظبط هي نفس الفكره اللي بتحصل في الدواء. الدواء بيكون فيه صفه ممكن تكون صفه وحشه، بشيل انا الصفه دي عن طريق عمليات معينه. اتفهم كده يعني ايه سيمي سينسيتك ادراج؟ اتمنى تكون كده العمليه وضحت بالنسبه لك بالثلاث انواع بتوع الدواء، الناتشرال والسينسيتك والسيمي سينسيتك. طب لو كنت اشوف التعريفات بالانجليزي بتاعتهم اللي انا هحفظها هقول ايه؟ اول حاجه هنعرف الناتشرال دراج، دراجز فروم ناتشرال سورسز، يعني ادويه جايه من مصادر طبيعيه زي ما قلت لك باخدها من الطبيعه زي ما هي وبعالج بيها. اداني مثال حاجه اسمها المنسى اللي هو النعناع والكلاف اللي هو القرنفل. طب السينسيتك دراج تعريفاتها ايه؟ السينسيتك دراج دراجز بريبيرد باي توتال سينسز from another material by total change in the chemical characters of these materials زي الـ PCD. يعني بيقول لي هنا انا جبت مادة وحولتها لمادة تانية خالص عن طريق تغيير الـ chemical characters، عن طريق تغيير كل الخواص الكيميائية بتاعت المادة دي، وبيديني مثال الـ PCD وده اول دواء تم تصنيعه. اخر تعريف عندي هو تعريف السيمي سينثيتك درجز، بيقول لك they are drugs produced by modification of the structure of the drug زي الهيروين from morphine. يعني موديفيكيشن هعمل تعديل واحد بس، هعمل تعديل في الاستراكشر اغير حته صغيره، تمام؟ فنركز دايما بين الفرق بين السيمي سينسيتك والسينسيتك. السينسيتك تغيير كامل لكل خواص الماده وتحويلها لماده جديده، السيمي سينسيتك زي ما قلت تغيير صفه واحده. اتفهمت كده الحته دي؟ اظن دلوقتي انت بتقرا التعريفات فاهم معنى كل تعريف، وكل تعريف مرتبط في دماغك بحاجه معينه هتفتكرها منه وعمرك ما هتنساها ان شاء الله. اخر حاجة عندي في الجزئية دي مصطلح تاني بيعتبر برضو هو تبع الناتشرال دراج، اسمه الكرود دراج. والكرود دراج ده تعريف درايد امبريبيرد ماتيريال اوف بلانت انيمال اور مينرال اوريجين يوزد فور ميديسين، يعني هو ببساطة نفسه زي الناتشرال دراج اللي احنا لسه شارحينه من شوية. باخد الدواء زي ما هو من الطبيعة وابتدي اعالج بيه من غير ما اعمل له اي عمليات تصنيع، هو ده الكرود دراج. وبكده تكون خلصت الجزئيه دي بكل التعريفات وكل حاجه فيها. طب احنا خدنا ايه كده لحد دلوقتي؟ هنلاقي ان احنا لو حبينا نجمع مع بعض احنا خدنا الاوريجين والديفينيشن بتاع العقاقير وانواع الدراجز والناتشرال والسينسيتك والسيمي سينسيتك، وشرحنا كل الحاجات دي وفهمناهم سوا الحمد لله. دلوقتي هنخش على جزئيه جديده، وهي ان احنا يا ترى علم العقاقير ده علم جديد ولا علم قديم، ويا ترى ظهر امتى، ويا ترى اتطور ازاي على مر العصور. كل الحاجات الاسئله اللي احنا عمالين نسالها دي بيدوها مصطلح وبيسموها هيستوري اوف فارماكوجنوسي، تاريخ نشاه وبدايه العقاقير. الموضوع بدا من قديم الازل، منذ الانشنت سيفيلايزيشنز الحضارات القديمه. بيقول لي هنا ان ذا باست تراديشنال بيبل اور انشنت سيفيلايزيشنز ديبندد جريتلي اون لوكال فلورا اند فونا فور ذير سرفايفل، زي وود اكسبيرمنت ويز فيريوس بيريز ليفز روتس اند انيمال بارتس تو فايند اوت ذير افكت. As a result, many crude drugs were observed by local healer and shaman. These preparations were dangerous or work by placebo effect. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نفهم مع بعض واحدة واحدة كده. بيقول لي ان علم العقاقير ده موجود منذ قديم الازل، منذ الانشنت سيفيلايزيشنز الحضارات القديمة، والناس زمان كانت بتعتمد
على اللوكال فلورا اللي هي النباتات والفونة اللي هي الحيوانات عشان يعيشوا. الواحد منهم يشوف شجرة أو عشب يبتدي ياكل منه ويجرب يشوف هيعملوا فيه إيه. ده العشب ده بينيم فهستخدمه كمنوم، العشب ده بينشط الجسم فهستخدمه منشط، العشب ده بيسكن الألم فهستخدمه مسكن. وكانوا بيعتمدوا برضو في بعض الأحيان على صيد الحيوانات، كان بيبقى فيها بعض الفوائد العلاجية وللمعيشة بتاعتها عن طريق التجربة، وإن هو كل ما يلاقي حاجة ياكلها كان بعد كده بيبتدي يدون كل اللي لقاه. ده انا لقيت المنسى ده انتيس بازموتيك مضاد للتقلصات، لقيت ان الكلاب مسكن فكتبت ان هو مسكن لوجع السنان وهكذا. بس مش كان اي حد بيقوم بالموضوع ده، ده كان في ناس متخصصه ليه اللي هم الهيلر اند الشامن اللي هم المعالجين. هيلر يعني دكتور او معالج جاي من كلمه هيل، والشامن برضه معالج لكنه مش بيعتمد على العلم قد ما بيعتمد على السحر. تمام. المهم ان الاتنين دول كانوا بيجربوا النباتات ويعرفوا هي بتعمل ايه ويبتدوا يكتبوها زي ما احنا لسه قايلين من شويه. ده معنى الكلام اللي فوق. تمام. بس بيقول لي هنا ان العمليه دي كانت خطيره. ليه؟ انا زي ما بقول لك هو بيجرب النبات فبيبتدي ياكله ويشوف هيحصل فيه تاثير ايه. ففي بعض الاحيان النبات ده بيكون سام وممكن يؤدي الى وفاه الشخص اللي بياخده، فعشان كده كنت بقول ان العمليه دي سامه. اخر حاجه او اخر جزء في الكلام الانجليزي مكتوب فوق حاجه اسمها البلاسيبو افكت. بلاسيبو افكت دي معناها التأثير النفسي. اللي هو ازاي يعني؟ دي يعني زي واحد يديك حباية كده بيقول لك بص دي هتخليك زي الفل، انا الحباية دي كده، انا الحباية دي خدتها وخفيت وبقيت تمام وملهاش حل بصراحة. هتاخد البرشمة من دول تلاقي نفسك ركبت القطر وسافرت توووووت لحد ما هتوصل لسفح الأهرامات الثلاثة. كل الحاجات دي تأثير نفسي، وده بيأثر على الناس جدا وبيعالج، وممكن دواء ملوش 60 لازمة عن طريق البلاسيبو أو التأثير النفسي الدواء ده يدي مفعول رهيب. في ناس فعلا بتتأثر بالحاجات دي وبيجيب معاها نتيجة. المهم أنا دلوقتي عرفت بداية العقاقير والنشأة بتاعتها كانت إزاي. كانت عن طريق التجربة، ياكل الحاجة ويبتدي يجرب أثرها عليه وبعد كده يدون الأثر ده عنده في كتب أو في ورق أو في أي حاجة موجودة وقتها. عن طريق التدوين ده بدأت تظهر لي حاجة اسمها الهيربال ريميديز. الهيربال ريميديز من اسمها، هيربال يعني عشبي وريميديز يعني علاج، العلاجات العشبية، وهي هي نفسها وهي هي نفسها النبات الطبيعي. They are made from plant materials that are used to treat diseases and help to maintain good health. They have been used since the beginning of human history. يعني بيقول لي الهيربال ريميديز دي كانت تصنع من النبات وبيستخدموها زمان لعلاج الأمراض وعشان تخليهم في صحة جيدة، وتم استخدام الهيربال ريميديز دي منذ زمن بعيد جدا يعني منذ بداية التاريخ. طيب احنا هنبتدي دلوقتي نشوف أمثلة على الهيربال ريميديز في كل الحضارات على مر التاريخ. الهيربال ريميديز دي موجودة من زمان جدا، هنبتدي دلوقتي ان احنا ندرس وجودها في كل حضارة، هناخد مثال على كل حضارة وايه هي الهيربال ريميديز اللي كانت موجودة فيها، وهنبدأ بالحضارة الصينية. في الصين كانوا اكتشفوا اول دواء اكتشفوه كان اسمه الروبر او الروين. الروبر بداية يهمني عندي تعرفوا ان هو يوزد از بيرجتيف. بيرجتيف دي يعني ملين، وكان بيستخدم كده ليه؟ انا يهمني من دلوقتي تفهم انت بتحفظ ازاي، تعرف الدواء واستخدامه ايه وليه. يعني الروبر بيستخدم بيرجتيف ملين، ليه بيستخدم كملين؟ عشان كان بيحتوي على مادة اسمها انثراكين. تمام. دي اهم حاجة في الحفظ اللي انت بتحفظه. يبقى الروبر كان بيستخدم ملين، كان بيستخدم كده عشان بيحتوي على مادة اسمها أنثراكينونز، وكانوا بيسموه الجنرال لأن تأثيره قوي جدا، وعشان قوة تأثيره دي كان لا ينصح باستخدامه أكتر من مرتين، هو يستخدم مرة واحدة أو مرتين. ده كان أول نبات موجود في الصين ومشهور. تاني نبات موجود عندي ومشهور نبات اسمه الأرتميزيا، وهو صورته عندك زي ما أنت شايف. الأرتميزيا ده كان فيه مادة اسمها أرتميزين، وكانت المادة دي بتستخدم لعلاج الملاريا. يبقى دي كده أمثلة النباتات اللي كانت موجودة في الحضارة الصينية. في الحضارة المصرية القديمة هنلاقي عندنا المصريين اكتشفوا برضو حاجة مهمة، إن هم استخدموا المورفين من الأوبيوم. المورفين ده مسكن قوي جدا، استخدموه كهيبنوتيك وأنالجيسيك، يعني عارفين إن هو ده من أقوى المسكنات اللي موجودة، وبيجي من نبات اسمه الأوبيوم أو البوبي كابسول، هو زي ما هو قدامك كده ومش تقلق هتدرسه بالتفصيل في سنة تانية. وهم استخدموه في الحضارة القديمة كمسكن، وما شاء الله بيستخدموه في الحضارة الحديثة كمخدرات. ما علينا، المهم ان ده النبات اللي عرفته الحضارة المصرية، تعرف المادة الفعالة وجاية من نبات ايه وبتستخدم ايه. انا استخدمت المورفين، استخدمته ليه؟
كهيبنوتيك، منوم او انالجيسك، مسكن، وهو جاي من نبات اسمه الاوبيوم او البوبي كابسول. ثالث حضاره عندنا حضاره الاغريق او الجريس. الحضاره الاغريقيه استخدموا الاتروبين والهيوسين كمادرياتيك ايجنت، وجايين من السولانيسي بلانت. يعني ايه الكلام ده؟ النباتات هنعرف في الفصل الخامس ان هي بتتقسم لعائلات، فالسولانيشياس فاميلي دي عيله من عائلات النباتات. العيله دي الماده الفعاله فيها اسمها اتروبين وهيوسين. فالحضاره الاغريقيه استخدموا المادتين دول كمادرياتيك ايجنت. يعني ايه مادرياتيك ايجنت؟ يعني حاجه بتوسع انسان العين وبتكبره زي ما انت شايف. ودلوقتي طبعا القطرات دي مشهوره جدا، سواء الناس اللي بتروح تكشف قاع عين او كده فحص العين، بيحط لك نقطتين من القطره دي عشان يكبر انسان العين ويشوفه ويفحصه كويس، وبتبقى مش شايف لمده يومين بعدها ولا حاجه. المهم ان عند الحضاره الاغريقيه استخدمت الاتروبين والهيوسين كمادرياتيك ايجنت. رابع حضاره عندنا كانت الحضاره الهنديه، انديا. الحضاره الهنديه استخدموا حاجه اسمها السنيك روت as anti hypertensive agent as it contains reservoir. يعني بيستخدموا السنيك روت ده كانتي هايبرتنسيف، يعني مضاد لارتفاع الضغط او بيعالج الضغط. ليه استخدمته لعلاج الضغط؟ لانه كان بيحتوي على ماده اسمها الريزربين، والماده دي بتساعد في تخفيض او تقليل ضغط الدم. طب السنيك روت ده اسمه سنيك روت ليه؟ لانه منظره زي ما حضرتك شايف كده، النبات ملتف حوالين نفسه واخد هيئه التعبان، عشان كده انا بسميه السنيك روت. الحضاره اللي بعد كده عندي كانت الانجلاند، انجلترا. في انجلاند الناس استخدمت الفوكس جلوف as cardiotonic as it contained digitalis. في نبات اسمه الفوكس جلوف او قفاز الثعلب بالعربي، وهو شكله عامل كده عشان كده سميناه الفوكس جلوف. النبات ده بيحتوي على ماده اسمها الديجيتاليس، والماده دي بتستخدم كمقوي لعضله القلب cardiotonic. يبقى اعرف برضو ان هما في انجلترا استخدموا فلان عشان يبقى كسى، لانه بيحتوي على كسى. تمام، دي اهم حاجه باكد عليها في الحفظ. الحضاره اللي بعد كده عندي في امريكا. في امريكا الناس هناك بدات تكتشف ادويه جديده. كان في حضارتين او اسم السكان اللي موجودين في الفتره دي، الازتيك والميان، يوزد ميني بلانتس. بداوا يستخدموا نباتات كتير ويستخرجوا ادويه جديده. طلعوا الكوكايين من نبات اسمه الكوكا، وطلعوا الكينين من نبات اسمه السنكونا، والاميتين من نبات اسمه الابيكاكوانا. تمام، بعد كده بدا يظهر في فتره قبل الميلاد بحاجه بسيطه، بدا يظهر عندي علماء. العلماء دول كان منهم ابو قراط او الهيبوكريتس اللي هو فازر اوف ميديسن، ابو الطب، وكان معاه بعده واحد تاني اسمه دايسكرويدس، كتب كتاب اسمه دي ماتيريا ميديكا، والكتاب ده كان بيحتوي على 6000 نبات باستخدامهم. وبعد كده في العصر الاسلامي ظهر العالم الجليل ابن البيطار اللي شارك في ازدهار علم العقاقير. بعد كده جه عندي القرن ال18. في القرن ال18 حصل تطور ونقله كبيره لعلم العقاقير، لدرجه ان هم سموا القرن ده سينشري اوف فارماكوجنوزي، قرن العقاقير. طب لما يجي يسالني يقول لي ليه سموه قرن العقاقير، هقول ايه؟ هقول ان انا كان عندي جون ادمز وكارلوس لينوس، اتنين علماء اسهموا في ازدهار علم العقاقير بشكل كبير في القرن ده. ازاي؟ جون ادمز ده جه ونشر كتاب عن النباتات الطبيه، وكان هو اول واحد يستخدم كلمه عقاقير ويحط لها تعريف صريح. وكارلوس لينوس ده بدا في تصنيف النباتات والنومنكليتشر بتاعتها، يعني بدا في تصنيف وتسميه النباتات، يجيب كل نبات ويحط له اسم معين، وبكده بدا يخترع نظام تسميه معين للنباتات، وده علم اسمه علم التاكسونومي. كارلوس لينوس كان هو اللي حاطط الاسس بتاعته، وده هندرسه فصل كامل ان شاء الله، هيكون اخر فصل في المنهج بتاعي. عشان كده، عشان السببين دول، القرن ده بيسمى سنشري اوف فارماكوجنوزي. يبقى انا لو جيت اقول لك جيف ريزون 18th century is the century of pharmacognosy، يعني ليه القرن ال 18 هو قرن الخطير؟ هتقول لي عشان في جون ادمز عمل كذا وكارلوس لينوس عمل كذا. في القرن ال 19 بقى بعد كده الدنيا بدأت تتطور أكتر. إزاي؟ بقى اسمه ذا إيرا أوف بيور كومباوندز، يعني عصر المركبات النقية. يعني إيه عصر المركبات النقية؟ يعني أنا تمكنت فيه إن أنا أعمل أيزوليشن للمواد الفعالة اللي موجودة في النبات، عرفت أعمل أيزوليشن للمورفين والكافيين والنيكوتين والكينين، عرفت افصل الماده الفعاله اللي موجوده في النبات. هتقول لي مش فاهم برضه، هحاول ابسط لك الموضوع شويه. انت قدام ان شاء الله لما تدرس اكتر هتعرف ان النبات بيكون فيه ماده فعاله عشان يعالج، صح؟ حاجه بتدي التاثير العلاجي بتاع النبات. طب الماده الفعاله دي زي المورفين مثلا، احنا لسه قايلين ان الحضاره المصريه اكتشفت المورفين فين؟ الاوبيوم. هل الاوبيوم
في المورفين لوحده ولا معاه حاجات تانية؟ طبعا لازم يكون معاه حاجات تانية، تمام؟ المواد الكتير التانية اللي موجودة معاه دي ممكن تأثر عليه بالسلب، وممكن تقلل التأثير بتاعه، وممكن تلغيه تماما. فأنا عشان أخلي الدواء يديني أكبر فعالية هفصل المورفين ده وأستخدمه لوحده، تمام؟ ممكن نقول مثلا إن الأوبيوم فيه المواد ألف ب ج والمورفين. المواد الألف والب والجيم دول ما بيعالجوش، لكن المورفين هو اللي بيدي التأثير العلاجي. وجود ألف وب وجيم مع المورفين ممكن يقلل التأثير بتاع المورفين، ممكن هما يضادوا المورفين في التأثير بتاعه ويقللوا من الكفاءة بتاعته. فأنا عشان أخلي المورفين يشتغل بأعلى قوة ويديني أكبر كفاءة عنده، هفصل المورفين لوحده، هشيله من وسط الألف والب والجيم وأطلعه لوحده في البيور فورم. وهو ده معنى كلمة فصل ومعنى كلمة بيور كومباوندز، تمام؟ أتمنى تكون وصلتك الحتة دي. بعد كده التطور زاد أكتر وبقى عندي القدرة إن أنا أتعرف على التركيب الكيميائي بتاع المادة الفعالة والشكل بتاعها ومترتبة إزاي، وأعرف هو في كام حلقة بنزين وفي كام ذرة أكسجين وفي كام ذرة نيتروجين بالشكل اللي قدامك ده، تمام؟ كل ده كان خلال القرن ال19. انا عارف دلوقتي ان انت بدأت تتوه مني والعملية مش مجمعة معاك. انا هضرب لك الموضوع بمثال بسيط خالص دلوقتي. زمان انا كنت انسان بدائي ووقفت على البحر، عرفت ان البحر ده فيه مادة مالحة بتستخدم في حاجات كتير قوي، وبستخدمها في الاكل وبستخدمها استخدامات تانية. مع الوقت بدأت ان انا اقدر اجمع المادة دي وابخر المية واستخدم المادة دي لوحدها، وفصلت المادة دي بالفعل وبقى عندي المادة دي، عرفت ان اسمها ملح. بعد شوية عرفت ان المادة دي التركيب الكيميائي بتاعها هو NaCl، ومع التطور بدأت اعرف ذرات ال Na صوديوم ماسكة في ذرات الكلورايد ازاي في قلب المركب. اهو ده بالظبط باختصار الهيستوري اوف فارماكوجنوزي. لما انا كنت انسان بدائي في البداية خالص، عرفت الملح في قلب المية في الانشينت سيفيلايزيشن، كنت عارف ان في مادة مالحة هنا بس مش عارف استخرجها. لما الموضوع اتطور شوية وقدرت افصل المادة، ده كان في القرن ال18، عرفت افصل المادة واستخرجها من قلب المية. في القرن ال19 قدرت ان انا افصل المادة دي واحللها واعرف التركيب الكيميائي بتاعها وازاي الذرات ماسكة مع بعض، تمام؟ وصلت كده؟ انا عارف برضو ان انت دلوقتي بتسأل نفسك، طب انا هستفاد ايه لما اعرف الروابط واعرف شكلها واعرف ترتيبها؟ هو انا غاوي اوجع دماغي على الفاضي؟ لا، ده انا هستفاد كتير. هستفاد كتير ازاي؟ انا دخلت مطعم وقدم لي وجبة، والوجبة دي كانت عجباني جدا وعاوز اكلها كل يوم، بس انا لو جيت كل يوم المطعم غالي، انا كده هفلس، مش هيبقى معايا فلوس اصلا. فايه الحل البديل اللي يخليني اعرف اكل الاكلة دي وما اعتمدش على المطعم؟ ها يا ترى ايه؟ بسيطة، ان انا اعرف المكونات او بالوصفه دي بتتكون من ايه، بيض ودقيق وبودر وفانيليا ومش عارف ايه، يديني الوصفه بتاعتي، تمام؟ انا لو عرفت الوصفه هقدر ان انا احضرها عندي في البيت واستغنى عن المطعم. نفس الموضوع، لو عرفت ترتيب الذرات في الدواء وعرفت شكل الدواء عامل ازاي من جوه وعرفت التركيب الكيميائي بتاعه ايه، هقدر احضره في المعمل، وبالتالي ده هيوفر عليا حاجات كتير. ممكن لو الدواء فيه صفة وحشة وأنا في المعمل بحضره أشيل منه الصفة دي، ممكن لو الدواء بتاعي بينمو في الصحراء وما بيطلعش كتير، بدل ما أنا كل شوية أسافر الصحراء وأروح وأقطع مسافات كبيرة جدا عشان دواء بينمو بكمية قليلة، لأ ده أنا أصنعه عندي في المصنع وأوفر على نفسي المواصلات وأوفر على نفسي التعب اللي أنا بشوفه في السفر، وكمان أعمله بالكميات اللي أنا عايزها. فمعرفة التركيب الكيميائي والكيميكال ستراكتشر والكيميكال فورمولا بتاعت المركب كانت نقلة كبيرة وفادتني بشكل كبير. وصلت؟ أتمنى تكون اتفهمت الحتة دي كويس. ده كان القرن ال19. في القرن ال20 بدأوا يكتشفوا حاجات جديدة وأدوية مهمة. اكتشفوا أدوية زي الهرمونات والفيتامينات وأدوية من الحيوانات، وعرفوا إن الكائنات الدقيقة ليها مهمة كبيرة في إن هي تكون مصدر للعلاج الطبيعي برضه. ومن القرن ال20 لحد دلوقتي والعقاقير مستمرة في إن هي تكتشف أدوية طبيعية جديدة. وبكده إن شاء الله نكون شرحنا الهيستوري أوف فارماكوجنوزي كامل من البداية للنهاية. ده كده كان تاريخ العقاقير، وأتمنى يكون ثبت في دماغ الناس والناس حفظته وإحنا بنشرح مع بعض.
عشان الناس ما تتوهش مني هجمع احنا قلنا ايه لحد دلوقتي. احنا بنتكلم عن موضوع وفكرة رئيسية وهي العقاقير. خدنا اول حاجة عنها الاوريجين، اصل كلمة عقاقير دي جاية منين. بعد كده خدنا الديفينيشن بتاع كلمة عقاقير. بعد كده عرفنا ان العقاقير دي بتهتم بالناتشرال دراج، فخدنا انواع الادراجز الثلاثة اللي هم ناتشرال وسينسيتك وسيمي سينسيتك، واخر حاجة خدناها من شوية هي كانت الهيستوري اوف فارماكوجنوزي، تاريخ العقاقير. طب يا ترى العقاقير دي مجال واحد او بتهتم بدراسة حاجة واحدة او هي فرع واحد بس، ولا ليها اكتر من فرع واكتر من مجال؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم قصدك ايه. انا لما بسألك اللغة العربية دي عبارة عن فرع واحد ولا اكتر من فرع هتقولي ايه؟ هتقولي لا طبعا دي اكتر من فرع، دي فيها بلاغة وصرف ونحو وكذا وكذا. فبالظبط نفس السؤال ده هو اللي انا بسأله دلوقتي عن العقاقير، هل هي مجال واحد ولا اكتر من مجال؟ قال لي ان العقاقير عندي بتتقسم لاربع مجالات مهمين جدا، وهم عندي اول مجال الإنسانو بوتاني، تاني مجال الإنسانو فارماكولوجي، تالت مجال حاجة اسمها الفايتوثيرابي، ورابع مجال حاجة اسمها الفايتو كيمستري. ونخلي بالنا ونركز في الشرح الجاي ده، لان الحتة دي مهمة جدا ومن اهم الحتت في الشابتر الاولاني. تعال نشوف كل واحد عندنا معناه ايه ونشرح كل واحد لوحده. هنبدأ بأول واحد عندي وهو الإنسانو بوتاني. يعني ايه إنسانو بوتاني؟ بيقول عندي تعريف الإنسانو بوتاني دي ان هي the study of the traditional use of plants for medicinal purposes. يعني ايه؟ مش فاهم. بيقول لك ان الإنسانو بوتاني دي بتهتم بدراسة الاستخدام التقليدي، يعني الاستخدام اللي عرفته عن طريق التجربة. فاكر لما كنت بقول لك هو بياكل ويعرف التأثير بيعمل ايه ويبتدي يدون؟ هي الإنسانو بوتاني بتهتم بدراسة التأثير التقليدي ده اللي بيعرفه عن طريق التجربة والأكل. تمام كده اتفهمت؟ عرفنا الإنسانو بوتاني ايه وبتدرس ايه؟ طب قبل ما ننقل في سؤال ترو اور فولس عندي مهم، بيقول لك ترو اور فولس الإنسانو بوتاني is concerned with the study of folk use of drug. لو جالك السؤال ده ممكن تقول لي ما خدناهاش. محور السؤال ده كله بيعتمد على كلمة واحدة وهي كلمة فولك. لو انت عارف ان كلمة فولك دي معناها قديم او هي هياها بتساوي تراديشنال الاستخدام الشعبي، هتعرف اجابة السؤال وهتعرف ان الاجابة ترو. لو انت مش عارف هتحتار وممكن ما تعرفش تجاوب عليها. فنخلي بالنا من الحتت الصغيرة دي، وانا ان شاء الله هدربك عليها وما تقلقش. هي الحتت البسيطة دي هي اللي بتبقى محور الاسئلة في الامتحانات. تمام، ده كان كل اللي يخص الإنسانو بوتاني عندي. هندخل على التعريف التاني عندي دلوقتي وهو تعريف الإنسانو فارماكولوجي. الإنسانو فارماكولوجي it is a study of the pharmacological qualities of traditional medicinal substance. يعني إيه؟ يعني بيقول لك هو بيهتم بدراسة تأثير الدواء الطبيعي على الجسم. مش فاهم يعني إيه برضه بيهتم بدراسة تأثير الدواء الطبيعي على الجسم. يعني مثلا انا خدت الدواء سين، الدواء ده خلصني من المغص. الإنسانو فارماكولوجي بتدرس هو عمل كده ازاي، ازاي الدواء ده عالج المغص. اه والله ده الدواء ده دخل الجسم عن طريق الفم، نزل استقر في المعدة، من المعدة مشي شوية وراح على الامعاء، ومن الامعاء بدأ يتوزع وبدأ ان هو يعالج. تمام، فهي الحتة دي اللي بتهتم بدراستها الإنسانو فارماكولوجي. تمام، عرفنا كده ايه هي الإنسانو فارماكولوجي وايه هي الإنسانو بوتاني. انا حاسس ان الناس برضو متلخبطة بين الإنسانو بوتاني والإنسانو فارماكولوجي. طب تعالوا نضرب مثال بسيط يخلينا نقتل اي لخبطة بين الحتتين دول. انا عندي واحد صاحبي جاله مغص شديد جدا. صاحبي ده راح ابوه قال له خد شوية نعناع اغليهم واشربهم. غلى النعناع وشربه، لقى نفسه بقى تمام وكويس الحمد لله، وكل التعب اللي عنده راح. لما هنيجي نشوف تعامل كلا من الإنسانو بوتاني والإنسانو فارماكولوجي مع الحتة دي، هنلاقي عندي الإنسانو بوتاني بتهتم في الحالة اللي فاتت بالإجابة على سؤال اسمه إيه؟ إيه الدواء اللي بيعالج المغص؟ إيه الدواء الطبيعي اللي بيعالج المغص؟ النعناع. خلاص عرفت الدواء اللي بيعالج المغص، هي مش عايزة أكتر من كده، هي بتجاوب على سؤال إيه؟ إيه الدواء اللي بيعالج؟ ولو رجعنا للتعريف بتاعها بالانجليزي هنلاقي ان هي ذا ستادي اوف تراديشنال يوز اوف ميديسينال بلانت، يعني بتعرف الادويه اللي ليها استخدام طبي. تمام، لو جينا نشوف الإنسانو فارماكولوجي هتتعامل ازاي، فهي بتجاوب على سؤال اسمه ليه.
ليه الدواء ده عالج؟ ليه الدواء ده عالج الإمساك؟ عشان تجاوب على ليه دي هتدرس الحركة الدوائية للدواء وإزاي الدواء أثر على الجسم، زي ما إحنا لسه قايلين إن الدواء ده دخل المعدة وأثر عليها وهد حركة الأمعاء فبالتالي عالج المغص، وده تفسير ليه هو بيعالج. يبقى الإيثانوبوتاني عندي بجاوب على سؤال اسمه إيه، أما الإيثانوفارماكولوجي ليه؟ ايه الدواء اللي بيعالج وليه الدواء ده بيعالج. اظن كده ان شاء الله اتفهمت بشكل اكبر، وعمرك ما هتتلخبط بينهم طول ما انت فاكر الكلمتين ايثانوبوتاني ايه وايثانوفارماكولوجي ليه. تمام. تالت تعريف او تالت مجال من مجالات العقاقير معانا الفايتوثيرابي. وتعريف الفايتوثيرابي دي بيقول لي the study of the medicinal use of plant extracts. يعني ايه؟ يعني ايه فايتوثيرابي؟ من اسمها كلمة ثيرابي يعني علاج. طب ومعنى العلاج في الحتة دي؟ العلاج بالأعشاب. لكن أنا مش هدرس العلاج هنا أي دراسة والسلام، لا ده أنا هدرس كل حاجة عن الدواء، هشوف الدواء ده تأثيره على الجسم بيعمل إيه. هدي الدواء ده قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ طب هو ينفع طفل صغير ياخد الدواء ده ولا ينفع ست حامل تاخد الدواء ده؟ كل دي حاجات بدرسها وبعرفها عن طريق الفيتوثيرابي. رابع تعريف معانا وآخر واحد الفايتو كيمستري. الفايتو كيمستري دي تعريفها بيقول لي it is the study of chemicals derived from plants including the identification of new drug candidates derived from plant sources. يعني ايه؟ بص الفايتو كيمستري دي مادة انت هتدرسها ان شاء الله في سنة تالتة. المهم من الاخر بيقولك ان المادة دي او الفرع ده من فروع العقاقير بيهتم بدراسة التركيب الكيميائي للمادة الفعالة، يعني بعرف المركب اللي عندي بيتكون من ايه، زي المورفين اللي قدامك ده كده بشوفه فيه كام حلقة بنزين وكام ذرة هيدروجين وكربون واكسجين، بعرف كل حاجة في المركب. طب ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني بتاني سطر في التعريف اللي هو بيقولك including the identification of new drugs and new candidates. يعني بقدر من خلال معرفة التركيب الكيميائي ان انا اطور ادوية جديدة واجيب ادوية جديدة عن طريق التبديل واللعب في الذرات، واظن دي شرحناها من شوية في مثال لما اعرف الوصفة بتاعت الطبخة اللي في المطعم اعرف احضرها واغير فيها واوفر على نفسي حاجات كتير. تمام. ده كده كانت الفايتوثيرابي. يبقى انا كده عرفت الاربع مجالات بتوع العقاقير، عرفت الايثانوبوتاني واللي هي بتهتم الستادي اوف تراديشنال يوز اوف بلانتس، وعرفت الايثانوفارماكولوجي اللي بتدرس الفارماكولوجيكال كواليتيز اوف البلانت، وعرفت الفايتوثيرابي العلاج العشبي الستادي اوف ميديسينال يوز اوف بلانت اكستراكت، وعرفت الفايتوكيمستري اللي هي بتهتم بدراسه الكيميكالز والتعرف على ادويه جديده. وعشان الاربع تعريفات دول مهمين انا اكدت عليهم اكتر من مره، وعشان يثبتوا في دماغي هحفظهم بطريقه سهله وافكر نفسي بحاجات كده بسيطه بيهم. كلمه بوتاني دي يعني علم النباتات اصلا، يعني حاجه قديمه، يبقى لما اقول ايثانو بوتاني يبقى الايثانو بوتاني دي بتهتم بدراسه الحاجات القديمه، يبقى هي بتهتم بدراسه التراديشنال يوز اوف بلاند. طب ايثانو فارماكولوجي، الايثانو فارماكولوجي من اسمها فارماكولوجي، يبقى بتدرس الفارماكولوجيكال كواليتيز اوف البلاند. تمام. الفايتوثيرابي من اسمه علاج بعالج بالاعشاب، بدرس الاستخدام بتاع النبات عشان اعالج بيه. الفايتوكيمستري من اسمها كيمستري، كيمياء، بدرس الكيميكالز درايفد فروم بلانت عشان اعمل بيها ايه، اجيب نباتات جديده انكلودنج ايدنتيفيكيشن اوف نيو دراجز. اتمنى تكون الاربع تعريفات سيرتوا في دماغك ووصلوا لك بابسط واوضح شكل ان شاء الله. كده احنا شرحنا الاربع مجالات بتوع العقاقير، فاضل لنا ان شاء الله لحد دلوقتي drug interactions و sources of natural drugs، هما الجزئين دول اللي فاضلين. هنتكلم أولا عن ال drug interactions، التفاعلات الدوائية. التفاعلات الدوائية دي معناها إن دوايين ممكن يتفاعلوا مع بعض أو يتداخلوا مع بعض ويدوا تأثير غير مرغوب فيه. إزاي؟ أولا إحنا عارفين إن الأدوية الطبيعية آمنة بشكل كبير جدا عن الأدوية اللي إحنا بنشتريها من الصيدليات، تمام؟ ولكن في بعض الأحيان ممكن تحصل تفاعلات دوائية بين دوائين ويؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها ومشاكل كبيرة. يعني إيه برضه؟ أنا مش فاهم كلامك ومش مجمعه. طيب تعال نشوف القصة البسيطة دي والموقفين دول وبعد كده هنفهم التفاعلات الدوائية بشكل أكبر. في الموقف الأولاني عندي شخصين، عندي محمد ومحمود. محمد ومحمود أصحاب جدا وبيحبوا بعض بدرجة كبيرة خالص. محمد قابل محمود ومحمود عزمه على فرحه، فمحمد راح لمحمود قبل الفرح بيوم وكان قاعد معاه،
وهم هناك كان في حاجات كتير جدا لازم تتشال، الحاجات دي وزنها 300 كيلو، ولكن للأسف كل واحد من الاتنين دول كانت قدرته إن هو يشيل 100 كيلو بس، فبناء عليه الحاجات مش هتتنقل كلها. لكن الاتنين كانوا فرحانين وبدأوا يشتغلوا مع بعض، واتفاجئوا في الآخر إن هم خلصوا الشغل كله وأنجزوه بشكل كبير جدا. طيب يا ترى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هم شالوا 300 كيلو. 300 كيلو دول كانوا متقسمين لثلاث ميات، 100 كيلو لمحمد و100 كيلو لمحمود و100 كيلو الفرحة بتاعت محمد ومحمود، محمد فرحان عشان صاحبه هيتجوز ومحمود فرحان عشان هو هيتجوز أكيد. فالعلاقة الكويسة بينهم أدت إلى إن هما بدل ما كان مجموع اللي يشيلوه 200، لأ ده الحب بتاعهم لبعض زود القوة بتاعتهم وخلاهم شالوا 300. تمام؟ في الموقف التاني، محمود بيشتغل في شركة لكتابة الأوراق، بيشتغل معاه محسن. محمود ومحسن بينتجوا كل واحد كل في اليوم بيكتب 50 ورقة، ولكن محمود ما بيحبش محسن ومفيش عمار بينهم. في يوم جالهم شغل كتير جدا وكان متكون شغل على الشركة، والمدير راح كلم كل واحد فيهم قال له انت شغلك متوقف على شغل زميلك، لازم تخلص الشغل ده النهاردة وإلا هتوقع الشغل بتاع زميلك. محمود قال لك انا كده كده مش بطيق محسن، والله ما انا عامل الشغل بتاعي عشان الشغل بتاع محسن يقع. وكذلك محسن قال لك ده محمود ده رخم، فانا مش هعمل الشغل بتاعي عشان الشغل بتاعه يقع. وكانت المحصلة في نهاية اليوم ان مفيش ولا ورقة من الاوراق دي اتكتبت، يعني المحصلة صفر. بدل ما كان كل واحد فيهم يقدر يكتب 50 ورقة لوحده، لما الاتنين اتحطوا مع بعض في شغل ما اتكتبش 50 ولا اتكتب اي حاجة والشغل باظ. طيب اهو الحكاية دي، الحدوتين دول هما بالظبط ذا دراج انتراكشن. التفاعلات الدوائية دي بتتقسم لحاجتين، حاجة اسمها سينرجيزم اتحاد، وده تعريفه two or more drugs functioning together to produce a result not obtained independently، والحاجة التانية انتاجونيزم. الانتاجونيزم دي يعني الهد او حد بيهد في حد. تمام؟ ده معنى كلمة انتاجونيزم. انا مش فاهم برضو قصدك ايه. ببساطة لو بصينا على القصة اللي فاتت هنلاقي ان في القصة الاولى محمد ومحمود بسبب حبهم لبعض زودوا فعل بعض، حصل بينهم سينرجيزم، وده بيفسر التعريف وبيترجم التعريف، بيقول لك two or more drugs يعني دوايين functioning together لو اشتغلوا مع بعض هيدوا مفعول ما يتنتجش لو كل واحد اشتغل لوحده. بالظبط ده اللي احنا شفناه هنا، ان محمد ومحمود لو كل واحد فيهم راح شال لوحده كان هينتج 200 كيلو بس يتشالوا، لكن لما الاتنين كانوا موجودين مع بعض وبسبب كل واحد فيهم بيحب التاني، الحب ده زود القدرة بتاعتهم وخلاهم شالوا 300 كيلو. تمام؟ فهو ده السينرجيزم، ان انت بتعلي من فعل الدواء اللي موجود معاك. اما الحاجة التانية الانتاجونيزم، الانتاجونيزم هو المثال التاني، ان محمود ومحسن لما تواجدوا مع بعض في نفس الشغل بدل ما كل واحد بينتج 50 لوحده، لا ده كل واحد ما انتجش حاجة وبقت المحصلة في نهاية الشغل زيرو. تمام؟ كل واحد فيهم هد اللي التاني بيعمله، وده معنى كلمة أنتاجونيز. وبكده خلصنا التفاعلات الدوائية، وأتمنى تكون فهمت وسبتت في دماغنا. هنخش دلوقتي على حاجة جديدة وهي آخر حاجة معانا إن شاء الله، وهي Sources of Natural Drugs. هنعرف هنا مع بعض مصادر الأدوية الطبيعية. يا ترى الأدوية الطبيعية دي أنا ممكن ألاقيها فين أو أجيبها منين؟ هنعرف إن الأدوية الطبيعية دي ليها مصادر كتير وممكن أجيبها من أكتر من حتة مش بس من النبات. تعالوا نشوف سوا كده. أول مصدر عندي طبعا هو أهم مصدر، البلانت كينجدوم، المملكة النباتية. في المملكة النباتية بيقول لي plants have always been a rich source of lead compounds، يعني المملكة النباتية دي تعتبر أكبر مصدر وأكبر مورد للأدوية الطبيعية. وبيبتدي يديني أمثلة على كده، بيقول لي إن أنا عندي مواد كتير جدا تعتبر أدوية طبيعية زي المورفين والكوكايين والديجيتاليز والكينين والتيوبوكرارين والنيكوتين، دي كلها أسماء مواد تعتبر أدوية من أصل طبيعي. وبيديني مثال كمان مهم، ده اللي أنا لازم أكون حافظه، إن هي clinically useful drugs، يعني في منها أدوية بتستخدم بشكل كبير زي الكوكايين بجيب منه local anesthetics مخدر موضعي، وفي مادة تانية اسمها التاكزول، التاكزول دي بتستخدم كأنتي كانسر، حاجة بتعالج الكانسر، وفي الأرتميزين اللي قلناه قبل كده ده بيستخدم في علاج الملاريا. يبقى ده اللي أنا مطلوب مني أعرفه في المملكة النباتية. تمام؟ تاني مصدر عندي للأدوية الطبيعية هو الأنيمال كينجدوم،
يعني انا اقدر اجيب ادويه طبيعيه من الحيوانات زي ايه؟ قال لك عندي مثالين مهمين، عندي انتي بايوتيك ببتايد بجيبه منين؟ بجيبه من السكين اوف افريكان كلاود فروج، وعندي حاجه تانية اسمها ايبي بيتادين، ودي عباره عن بوتنت انالجيسيك مسكن قوي بجيبه من السكين اوف اكوادوريان بويزن فروج. يبقى انا عندي الامثله على المملكه الحيوانيه اعرفها هما الاثنين دول بس، مضاد حيوي انتي بايوتيك بيبتايد بجيبه من السكين من الجلد بتاع الضفدع الافريقي، ومسكن قوي ايبي بيتادين وده بجيبه من جلد الضفدع الاكوادوري. ده اللي يهمني انك تعرفه في المملكه الحيوانيه. ثالث مصدر للادويه الطبيعيه هو الميكروبيال وورلد، الميكروبات والكائنات الدقيقه. زي ايه مثلا؟ هنا بيقول لي المايكرو اورجانيزمز بروديوس لارج فرايتي اوف مايكروبيال ايجنت، يعني الميكروبيال وورلد دي تعتبر مصدر كبير لمضادات البكتيريا وحاجات بنستخدمها بشكل حيوي زي المضادات الحيويه اللي بجيبها منها زي البنسلين والسيفالوسبورين والتتراسايكلين والامينوجلايكوزايدز والكلورامفينيكول، كل دي مضادات حيويه بجيبها من مصدر طبيعي وهو من الكائنات الدقيقه وبتفيدني بشكل كبير في الحياه. ده برضو اللي يهمني انك تكون عارفه هنا. رابع مصدر عندي هو المارين وورلد، الشعاب المرجانيه. هنا بيقول لك we found lead compounds from marine sources like coral, sponges, fish and marine microorganisms which have a wealth of biologically potent chemicals with interesting anti-inflammatory, antiviral and anti-cancer activity. يعني بيقول لك احنا لقينا هنا في مركبات كتير موجوده في الشعاب المرجانيه والاسفنجيات اللي موجوده في البحر والاسماك وفي الحيوانات الدقيقه اللي موجوده في البحر. المركبات اللي موجوده جواهم دي ليها بيولوجيكال بوتنت، اهميه حيويه، لانها بتستخدم كانتي انفلاماتوري مضاد للالتهابات وانتي فايرال مضاد للفيروسات، وليها كمان انتي كانسر اكتيفيتي بيعالج السرطان او بتحمي من السرطان. ده كله للمعرفه، اللي يهمني حفظه هو اللي جاي ان انت تكون عارف ان انا عندي ماده اسمها كيوراسين ايه، الماده دي ليها انتي تيومر اكتيفيتي وبحصل عليها من حاجه اسمها سيانو بكتيريا. ده اللي يهمني ان انت تكون حافظه. تمام، ده كده المارين وورلد. اخر مصدر عندي بحصل منه على الادويه الطبيعيه هو الفينم اند توكسينز، من السموم. طيب تعال نشوف بقى حكايه السموم دي. بيقول لك هنا الفينم اند توكسينز فروم انيمالز سنيكس سبايدرز سكوربينز انسكتس اند مايكرو اورجانيزمز. يعني هنا اول حاجه بيقول لي انا بحصل على الفينم والتوكسين دي منين؟ الفينم والتوكسين دي بجيبها من الانيمالز الحيوانات، سنيكس الثعابين، سبايدرز العناكب، سكوربيونز العقارب، انسكتس الحشرات، اند مايكرو اورجانيزمز من الكائنات الدقيقه. تاني حاجه بيقول لك ان انا عندي حاجه مهمه او مثال مهم لازم تكون عارفه على الفينم والتوكسين، حاجه اسمها التبروتايد. التبروتايد ده سم بجيبه منين؟ بجيبه من البرازيليان فايبر. اهميته ايه؟ اهميته ان هو ساعد في تطوير انتي هايبرتنسيف ايجنت زي الكلازابريل والكابتوبريل، ساعد في تطوير ادويه خافضه للضغط. يبقى انت لما تيجي تحفظ تكون عارف انت بتحفظ ايه وبتحفظه بترتيب سهل. الماده جت منين؟ بتعمل ايه؟ الماده تبروتايد جت من البرازيليان فايبر، بتعالج الضغط او بتقلل الضغط. تاني ماده عندي برضو اسمها الكوليستيريديوم. الكوليستيريديوم دي سم بيعمل حاجه اسمها بيتيوليزم. بيتيوليزم يعني تسمم في الطعام، ولكن ليه استخدام دوائي ان هو بيمنع الماسل سباز التقلصات العضليه. دول المثالين على السموم اللي تحفظه. واخر معلومه عندي يهمني ان انت تكون عارفها في الفينمز والتوكسينز، ان هو بيقول لك ان موست توكسينز ار بولي بيبتايد بت تترودوتوكسين فروم بافر فيش از نون بيبتايد. يعني كل التوكسينز عندي بتبقى حاجه اسمها بولي بيبتايد ما عدا واحد بس اسمه التترودوتوكسين، والتترودوتوكسين ده جاي من السمك البخاخ او زي ما بيسموه بافر فيش، وده نون بيبتايد. ده اللي يهمني ان انت تكون عارفه في الفينم اند توكسينز. وبكده نكون شرحنا كل السورسز اللي بنجيب منها الناتشرال دراج وخلصناها الحمد لله. كده بفضل الله خلصنا شرح شابتر 1 كامل ومش ناقصك فيه حاجه. طب ايه رايك قبل ما نختم الفيديو ونقوم، ايه رايك ما تيجي نجمع الفيديو وناخد تجميع شابتر 1 ده في ورقه واحده بس؟ يلا بينا. ده زي ما احنا شايفين بفضل الله تجميع شابتر 1 في ورقه واحده بس. تعال نراجع الورقه دي بسرعه مع بعض عشان ناكد المعلومه بشكل نهائي في دماغنا.
احنا بدأنا وقلنا ان احنا كنا بنتكلم عن علم العقاقير، عرفنا الاوريجين بتاع الكلمة دي اصلها، وهو ان هي درايفد من كلمتين يونانيتين، فارماكون اللي هي معناها دراج، وكونز اللي معناها نوليدج. وبعد كده عرفنا الديفينيشن التعريف بتاعها اللي هي كانت الساينس، ساينس ديلز ويز ناتشرال دراجز او برانش اوف ميديسين ديلت ويز دراجز ان زير كرود ان بريبيرد فورم، يعني بتتعامل مع الدواء في صورته الطبيعية. بعد كده عرفنا ان الدراجز اللي بتهتم بدراستها على العقاقير، وعرفنا ان العقاقير بتهتم بدراسة الناتشرال دراج، وكان معاه تعريف تاني اسمه الكرود دراج، اللي هو عرفنا ان هو درايد ان بريبيرد ماتيريال اوف بلانت انيمال اور مينرال اوريجين يوزد فور ميديسين. وعرفنا كمان ان الادويه مش طبيعيه بس، لا ده في سينثيتيك دراجز اللي هي عباره عن دراجز بريبيرد باي توتال سينسز فروم اذر ماتيريالز باي توتال تشينج ان كيميكال كاركترز، غيرت الماده تماما حولت الدقيق لكيك. وسيمي سينثيتيك دراجز اللي هي عباره عن ادويه تم تصنيعها بموديفيكيشن or minor exchange in drug structure، بتغيير بسيط او حاجة اضفتها على الدواء عشان تحسنه، زي ما اضفت الغطاء على الالم عشان يمنع العيب اللي فيه. بعد كده دخلنا في حاجة اسمها الهيستوري اوف فارماكوجنوزي، وكان بيقول ان الموضوع بدأ من الانشنت سيفيلايزيشنز، ان هي كانت بتعتمد على الفلورا النبات اند الفونا الحيوان، وكان الموضوع بيمشي بالتجربة، ياكل ويشوف بيعمل ايه ويبتدي يدون التأثير بتاعه، وكان الهيلر او الشامن هما اللي بيعملوا الموضوع ده. وبعد كده بدأنا نشوف امثلة للنباتات على مدار الحضارات. شفنا مثلا في الحضارة الصينية ان هما اكتشفوا الروبرب، وكان بيستخدم كبرجتيف واسمه الجنرال، وبيستخدم مرة او مرتين بس. وكمان اكتشفوا الارتميزيا اللي هو كان في ارتميزين واستخدم كأنتي ملاريا. اما في الحضارة المصرية عرفنا ان هم استخرجوا المورفين من الاوبيوم واستخدموه مسكن. في الحضارة الهندية استخدموا السنيك روت كأنتي هايبرتنسيف عشان في ريزربين بيقلل الضغط. اما بعد كده في الحضارة اليونانية فدول استخدموا الهايوسين والاتروبين از مايدرياتيك ايجنت يوسع حدقة العين. في انجلترا استخدموا الفوكس جلوف عشان في ديجيتاليز كمقوي لعضلة القلب كارديوتونيك. في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أمريكا القديمة الناس اكتشفت أدوية جديدة زي الكوكايين والكينين والإميتين. بعد كده ظهر علماء زي هيبوكريتس أبو الطب ودايسكرويتس وابن البيضة وابن الطبري. بعد كده دخلنا في الايتينس سنشري اللي سميناه سنشري اوف فارماكوجنوزي. ليه؟ لان كان عندي اتنين علماء، جون آدمز اللي عمل كتاب وأول واحد استخدم كلمة عقاقير، وكارلوس لينوس اللي أسس علم التسمية وهو علم التاكسونومي. بعد كده دخلنا في القرن ال19 وهو الإيرا أوف بيور كومباوندز، فصلنا مواد وعرفنا التركيب الكيميائي بتاعهم وفهمنا الإفادة من إني أعرف التركيب الكيميائي للمركب. بعد كده في القرن العشرين بدأنا إن إحنا نتعرف على أدوية جديدة منذ القرن العشرين لحد دلوقتي، تمام؟ ده كان تاريخ العقاقير. بعد كده درسنا البرانشز اوف فارماكوجنوزي، مجالات العقاقير. عرفت ان هي عندي 4 مجالات. المجال الاولاني اسمه ايثانو بوتاني، وهو بيدرس التراديشنال يوز اوف ميديسين، وقلت بيجاوب على سؤال اسمه ايه. تاني حاجه كانت الايثانو فارماكولوجي، وده بيدرس الفارماكولوجيكال كواليتيز اوف دراج، بيجاوب على سؤال ليه. الفايتوثيرابي، وده بيدرس الميديسينال يوز اوف بلانت اكستراكت، وقلت ده العلاج بالعشب وتفتكره بكلمه سيرابي. واخر مجال عندي الفايتوكيمستري، وقلت ان ده بيدرس الكيميكال ديريفاتيفز اوف بلانت، وبيساعد على التعرف على ادويه جديده، وقلت نفتكره بكلمه كيمستري ان هو بيدرس التركيب الكيميائي بتاع النبات. بعد كده درست الدراج انتر اكشنز، عرفت ان عندي حاجه اسمها ساينرجيز وحاجه اسمها انتاجونيز، محمد ومحمود ومحمد ومحسن، وعرفنا كل واحد فيهم يعني ايه وبيعمل ايه. اخر حاجه عندي السورسز اوف ناتشرال دراج، مصادر الادويه الطبيعيه. عرفت ان المملكه النباتيه اكبر مصدر وبتديني حاجات كتير زي المورفين والكوكايين والتاكزول والارتميزين، وعرفت المملكه الحيوانيه بتديني حاجات برضو زي انتي بايوتيك من الافريكان فروج، والابيبتادين من الاكوادوريان فروج، والميكروبيال وورلد عرفت بتديني انتي بايوتيكس وحاجات كتير جدا. وبعد كده المارين وورلد عرفت ان هو باخد منه كيوراسين ايه فروم السيانو بكتيريام، وده انتي تيومر. واخر حاجه الفينومز التوكسنز، عرفت ان انا عندي 3 حاجات مهمه، التبروتايد والكوليستيريديوم والتتريدو توكسين، ودول انت عرفت كل واحد فيهم بيشتغل ازاي واهميته ايه. وبكده نكون خلصنا شابتر 1 في العقاقير. كده الحمد لله خلصنا الشرح والتجميع بتاع الشابتر. المطلوب منك دلوقتي ان انت تتابعنا على الفيسبوك، هتدخل على الفيس تعمل جوين للجروب اللي موجود اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وهتلاقيني سايب لك صفحة لينك صفحة برضو، اعمل له لايك
وما تنساش تعمل جيت نوتيفيكيشن لينا عشان مش يفوتك اي حاجة بننزلها، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب عشان ما يفوتكش اي حاجة ان شاء الله من الحاجات اللي بننشرها. وما تقلقش ان شاء الله هتحب المادة معانا، وهنحاول نبسط المادة باكبر قدر المستطاع ونسهل كل حاجة فيها على الناس. لو اي حد محتاج اي اسئلة او اي حاجة ممكن يكلمني على الفيس، على الجروب، على الصفحة، على الاكونت الشخصي بتاعي زي ما يحب، او ممكن يتصل بيا على النمرة اللي موجودة عند حضراتكم في الفيديو دي. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، واتمنى اكون فدتكم ولو بمعلومة واحدة جديدة ان شاء الله، واكون سهلت عليكم المادة بشكل يخليكم تحبوها وان شاء الله تجيبوا تقديرات عالية فيها. كان معكم الدكتور سعيد.